مرحبا، معكم وليد، يا هلا وسهلا فيكم في قناتي. وصفتنا اليوم بانكيك بدقيق الذرة، كورنميل بانكيك. خلونا نشوف المقادير مع بعض. نبلش بالمقادير الجافة اللي هي dry ingredients. عندنا 250 جرام طحين أبيض، 250 جرام دقيق الذرة اللي هو الكورنميل، 30 جرام سكر، 10 جرام بيكنج صودا، 10 جرام بيكنج باودر، و 5 جرام ملح. ننتقل حق المقادير السائلة اللي هي الوت انجريدينتس. عندنا 400 ملي حليب كامل الدسم، بيضتين، 50 جرام اللي هو نص صبع زبدة مذوبينه معطينا فرصة يبرد. ليش؟ علشان لا يطبخ البيض. أول شيء نبلش نخلط المقادير الجافة اللي هي dry ingredients: دقيق الذرة، الكورنميل، الطحين الأبيض، بيكنج صودا، بيكنج باودر. السكر الملح نخلط المقادير عدل علشان توزع بالتساوي، ما يكون في تكتلات بصوب واحد. وكذي صار الخليط جاهز لاستقبال المكونات السائلة اللي هي الوات انجريديت. أول شيء عندنا نضيف الحليب، البيض، وآخر شيء الزبدة. نخلط المكونات عدل قفشة ربل لين يتكون معانا العجينة. هذا الشكل طيب. وكذي صار الخليط جاهز حق المقلاة والتشكيل البانكيك. قبل أن نقل البانكيك، احنا في البيت عندنا ناس تحب الكورنميل بانكيك مع البلوبري، وفي ناس يحبونها من غير بلوبري. هالحالة شو نسوي احنا؟ أول شيء نقلي بدون البلوبري لما يوصل الخليط للنص، نضيف البلوبري عليه. ممكن نضيفه بكامل بهذا الشكل، أو نقص حبة بالنص نضيفه أنصاف كذي، ونقلي الجزء الثاني. هذه طريقتنا. سوي
نص خالي من دون بلوبري ونص في بلوبري. سخن المقلة على نار هادية جدا بهذا الشكل، باستخدام كوب الربع أو كوب الثلث نصب البانكيك على المقلة بهذا الشكل. إذا حرارة المقلة مضبوطة البانكيك ما راح يأخذ أكثر من دقيقتين بعد ما تخلص الصب، دقيقتين ويكون جاهز ان احنا نقلبه. طبعا اذا كانت حرارة المقلة وسط ماكو، ممكن ياخذ 30 ثانية بالكثير دقيقة يكون جاهز انك تقلبه، وهذا الشكل المطلوب. نصيحتي حق المبتدئين يخلون حرارة واطية، ما يخالف خلي يطول معاهم البانكيك على ما يطبخ، بس على ما ايدهم تاخذ. بعد ما ايدك تاخذ على الطباخ تقدر تزيد الحرارة، انت اوتوماتيكيا راح تعرف اذا يبيله دقيقة او اقل من دقيقة علشان تقلب. خلونا نشوف تجهيز حبة بانكيك فيها بلوبري. اهم شيء وانت شايل الكوب تأكد ان تلقط لك حبة او حبتين بلوبري وياك وتصبها عادي. ونقطة ثانية مهمة، نبي البلوبري يطبخ يسيح، فراح يطول معانا شوية طبخ، هم يعتمد على درجة الحرارة، بس نتأكد انه هو شنو طبخ، ما يظل كامل حبة كاملة مبينة، مبين انه هو انطبخ ساح او ذاب البلوبري. وهذا الشكل اللي احنا نقصده لما نقول البلوبري انطبخ، كذي شكله سهم الاحمر بينا. كذي نكون وصلنا حق نهاية الفيديو، وهذه كانت طريقتنا حق عمل بانكيك بدقيق الذرة كورن ميل بانكيك. علينا وعليكم بالعافية. إذا في أي سؤال أو استفسار تقدرون تتركونه تحت بالتعليقات، وإن شاء الله رد عليكم بسرعة وقت ممكن. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة، وإن شاء الله نشوفكم على خير بالفيديو الجاي. مع السلامة. We'll be right back.